وللمزيد بشأن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة تنضم إلينا مراسلة إكسترا نيوز ميرنا عادل. ميرنا أهلا بك، وماذا لديك من جديد بشأن فعاليات المهرجان؟ تحياتي ياسر، تحياتي حور، تحياتي مشاهدينا الكرام. بالفعل من مدينة العالمين والعالم عالمين مصر تبهر العالم، واليوم حفل رائع وحفل ينتظره الكثيرون، حفل للكينج محمد منير والكاب حميد الشاعري وسط أجواء احتفالية وأجواء ترفيهية لا توجد في أي مكان سوى هنا مدينة العالمين الجديدة. اليوم يستقبل هذا الحفل ويتبدأ الفعاليات في تمام 8 مساء مع دخول الجماهير إلى مسرح العالمين أرينا، والذي يتواجد في الجهة المقابلة أو تحديدا في خلفيتي تماما، لتبدأ الفعاليات إن شاء الله في تمام 10 مساء باقة رائعة من أجمل الأغنيات، إن كانت أغنيات التسعينات التي اشتقنا لها جميعا بالطبع من خلال الكاب وحميد الشاعري، أو أجمل الأغنيات التي اعتدنا أن نسمعها ويعشقها كل جمهور الوطن العربي من الكينج محمد منير. اليوم ستتلى هنا في مدينة العالمين في أجواء ساحلية وأجواء احتفالية للغاية، ومع هذا الأجواء بالطبع الإقبال شديد حتى هذه اللحظة، نلحظ يعني وجود العديد من الجماهير بدأت تتوافد على المسرح في انتظار أن يفتح أبوابه، رغم أننا الآن يعني نتحدث عن الساعة تقريبا اقتربنا من 4 ظهرا، 4 ساعات حتى تفتح أبواب المسرح ليتم دخول الجماهير، ولكن منذ الآن بدأ توافد الجماهير. بدأنا نلحظ أيضا سيولة مرورية أيضا في كل الشوارع للحفاظ طبعا على الإجراءات الأمنية، وأيضا التوافد الكبير الذي يحدث في الشوارع للجماهير. أيضا بدأنا نلحظ وجود المنظمين في كل مكان حول المسرح وبداخل المسرح لتنظيم عملية دخول الجماهير، أيضا التأكد من التذاكر. جدير بالذكر أن الحفلات هنا في مدينة العالمين يعني تأتي كل تذاكر هذه الحفلات بالطبع على موقع تذكرتي، وهي مناسبة لكل الفئات، يعني يمكن أن نقول أن أسعار التذاكر مناسبة لكل الفئات، الجميع يستطيع أن يأتي، الجميع يستطيع أن يستمتع بهذا الجمال، بالفعاليات الضخمة، بهذه الحفلات المبهرة. أيضا التنظيم بالطبع تنظيم مبهر، حتى الآن نرى المنظمين في كل مكان، أيضا نرى عربات الشرطة في كل مكان في محيط المسرح، وأيضا في كل مكان في مدينة العالمين لتأمين المدينة وأيضا تأمين كل شيء كي لا يحدث أي شيء قد يشوب هذه الفعاليات وهذه الاحتفالات الضخمة. كما أيضا سيارات الإسعاف تتواجد خارج المسرح أيضا لمساعدة أي أحد طبعا في حال الحاجة إليها. جدير بالذكر أن الفعاليات مستمرة، في الأمس كان هناك حفل رائع للفنان الكبير مدحت صالح والفنانة ريام عبد الحكيم، وربما هذه المرة الأولى التي نشهد فيها حفلا طربيا على أجواء ساحلية للغاية، كان تفاعل كبير، أيضا كان حضور مبهر داخل الحفل، واليوم ستستأنف هذه الفعاليات مع حفل الكابو والكينج محمد منير. بالطبع سنتابع كل شيء مع حضراتكم على إكسترا نيوز، وإليك مرة أخرى ياسر. شكرا جزيلا لك ميرنا عادل مراسلة إكسترا نيوز من مدينة العالمين الجديدة.